يا رجل وعلاش الدنيا تتبدل وما يبقى فيها شيء على حاله؟ اللي خلقت فيها لابد ترحل، هذا أمر الله لحد يسالو. الدنيا تقضى ولابد تكمل وتقوم الساعة وما يبقى والو، وما يمنها غير العبد الجاهل يرحل منها بعد انتزهالو. الصحة اللي كان بها يصهل لابد يتيه يموت أقضالو، والمصباح اللي كان عنده شاعل يجيه الوقت ويدرك خياله، يربح فيها قال اللي كان يخمل كفر عوينه وزود أعماله. وين اللي مش الصحراء والتل؟ وين اللي كان زي خماله؟ وين اللي على سقره يدلل ولبسه راه مليح حجبه خياله؟ وين اللي يركب العود الكامل وسرجه راه متين عنه يعلاله؟ وين اللي يركب السيارة تحمل ومسافة طوال عنده كيواله؟ دار السكنة وزاد زواقها كامل فيها من آثاث كل شي حلاله. هذا المذكير يلا بودا ترحل وما يبقى فيها حد على حاله، ما يبقى قاني وما يبقى سايل وما يبقى فقير ضيق بحواله. هذا الوقت اللي يكثر فيه الذل ما بقى حيا وتنحى حياله، كل شراه بها ضرك تبدل راحوا اصحاب الحق وزادوا ابطاله. كثرت الفتنة وللفعل الباطل وما بقى فيها رجل تعناله، لا قيره ولا نيف يكسبها راجل هذا وقت صعيب احنا ما طغناله. اللي يدير المال عنده كيسهل يمشي على الحرام ما يعرف والو، السلفة بها تلقاه يحلل ما يخاف المولى يوم يصفاله، ياكل في القلة والملا ينعل وما يشكر ربي وشره اعطاله. ما زكاش المال عنه يتماطل ما هو لهي بيه ما هو في باله، يجيه المكتوب ولابد يرحل وما ينفع بانون وما ينفع ماله. يوم ما تلقى فيها حتى ظل تلقى غير الله يرحم بظلو، اتفكر هذا كل يوم من تسأل في الصراط بينه ثم أهله. والكافر هيهات ما يلقاش الحل يتعذى في النار يوم تشعله، والمسلم سعيد فرح كي يقبل فايز بالجنة وزهي بأعماله. يا ربي واليوم راني نتوسل تحفظ الجميع وتغفر أعماله، اغفر يا رحيم ورحمتك تنزل وتقبل عبدك يوم سؤاله.